رفيقي رفيقاتي، نحن اليوم عم بيحصل سما، عم بيحصل انتهاك كتير كبير للدستور. نحن كنواب كتائب خرجنا من الجلسة اليوم، خرجنا من الجلسة لأنه معتبرين أنه هيدي الجلسة منا دستورية. ورح أقري لكم الكلام يلي حكيناه بالداخل، يلي بسبب عدم وجود الإعلام داخل القاعة رح أضطر أقري لكم الكلمة يلي قريناها للنواب جوا قدامكم وقدام الإعلام. أقرأ من الدستور المادة 74 من الدستور: انتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة. المادة بتقول إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون. المادة 75 بتقول إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر. إذا الدستور واضح جدا، ونحن اليوم في ظل خلو سدة الرئاسة مجتمعون بحكم القانون كهيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية تطبيقا للمادة 74، وعلينا الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر تطبيقا للمادة 75 من الدستور. هذا ما يفرضه علينا الدستور، هذا ما يفرضه علينا واجبنا كنواب. لا يوجد عائق دستوري أو تقني أو وطني يمنعنا من انتخاب رئيس الجمهورية الآن. فرئيس المجلس هنا، والنواب هنا، وصندوق الاقتراع هنا، والشعب اللبناني سائم الانتظار. هل التشريع ضرورة وانتخاب الرئيس ليس ضرورة؟ هل تطبيق الدستور ممنوع وخرقه مباح؟ هل يعقل أن يجتمع المجلس النيابي بعد أكثر من 500 يوم على الشهور الرئاسي ولا ينتخب رئيس؟ انتخاب رئيس الجمهورية هو بحسب الدستور اقتراع سري وليس تسوية من التسويات التي حولت لبنان حالة انقلابية دائمة على الدستور وإرادة الشعب اللبناني الحر. فلنبادر فورا إلى انتخاب رئيس قبل أي عمل آخر، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كنائب عن الأمة، أي عن الشعب اللبناني، أي عن 4 ملايين مواطن لبناني. دولة الرئيس، هل تريدون أن يسجل التاريخ أن ما يجمع النواب هو خرق الدستور وما يفرقهم هو تطبيقه؟ هل أصبح من الأسهل الاجتماع لمخالفة الدستور بدلا من الاجتماع لتطبيقه؟ هل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس لبنان مسألة جرى تجييرها للدول الخارجية؟ هذه الممارسة عودت اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية ليس ضرورة، واليوم
نعودهم بأن احترام الدستور ليس ضروريا، وغدا إذا استمر الأمر على هذا النحو سيصبح لبنان برمته غير ضروري. هل الاستقراض على خطورته وإنشاء الصناديق على مساوئها وفسادها أهم من الدستور اللبناني ومن انتخاب رئيس البلاد؟ ليس من ضرورة أسمى من احترام الدستور وانتخاب رئيس. الأمر ليس اختيارياً بل إلزامياً. دولة الرئيس، إننا ندعو كل نائب شخصياً لرفض الأمر الواقع ولنقترع جميعاً الآن لانتخاب رئيس لبنان. وإذا تمنعنا عن انتخاب رئيس فوراً سيكون هذا المجلس بعد إن مدد لنفسه مسؤولاً عن خرق الدستور وفتح الباب أمام كافة المغامرات، وسيكون مسؤولاً عن الانقلاب على الجمهورية وإسقاطها لننتخب رئيس فوراً حفاظاً على الدستور. فهل تأمر يا دولة الرئيس بمرور الصندوق لانتخاب رئيس لبنان؟ رفض دولة الرئيس أنه تتحول الجلسة لجلسة انتخابية، وبالتالي بناء عليه انسحب نواب الكتائب من الجلسة باعتبار أنه هذه الجلسة غير دستورية وغير شرعية وتمثل انقلاب على الجمهورية اللبنانية وعلى إرادة اللبنانيين وعلى واجب النواب بانتخاب رئيس الجمهورية. رفاقي رفيقاتي، درب الألف ميل للحفاظ على الجمهورية والحفاظ على الدستور، هيدا درب بلش من زمان. نحن حماته، الشعب اللبناني هو حماة الدستور، هو حماة الجمهورية. علينا كلنا سوا نتحمل مسؤولياتنا. هيدي اليوم منا إلا البداية. إن شاء الله أنه بالأيام المقبلة وبالأسابيع المقبلة التصعيد يكمل ونحافظ على دولتنا وعلى جمهوريتنا وعلى دستورنا. ويعطيكم ألف عافية. دستور